وعلى بركته نستعين متابعينا الكرام في كل مكان. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. نرحب بحضراتكم أجمل تحية وأطيب ترحيب مع هذه التحديات، مع هذه المنافسات والانطلاقات، تحديات سن الحيل والستة كيلو مترات، أشواطنا المفتوحة ضمن تحديات ومنافسات مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن. انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات التي تبحث عن الفوز وتبحث عن الانتصار في اليوم ما قبل الأخير لإسدال الستار عن هذا المهرجان الغالي، هذا المهرجان الذي يحظى بالدعم السخي والكبير من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. دعم متواصل لرياضة الآباء والأجداد، دعم متواصل لهذا الموروث العريق الذي نتباهى به ونتفاخر. على البركة نسير، على البركة ننطلق لنتابع المقدمة والصدارة. مبارك بن هدي بن بطي بن ميثان الشامسي يقدم لنا الظفرة القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المشاركة هنا والتحدي والمنافسة، بينما المركز الثاني الحضور والانطلاق من شرارة تتقدم بانطلاقة شعار هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا انطلاقة شرارة على المركز الثاني القادمة من ميدان الشحانية هناك بدولة قطر الشقيقة. مرحبا بالأشقاء هنا في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مهرجان ولي العهد الذي يقام هنا على أرضية ميدان الطائف. المركز الثالث حضور وانطلاق الشامخة، تحديات هادف بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري من يقدم لنا الشامخة على المركز الثالث. بينما المركز الرابع الحضور والانطلاق التواصل، مرحبا بهذا الشعار الكبير، مرحبا بهدادة وانطلاقات هدادة بشعار رياض بن ثامر بن سليمان السعدون. مع المركز الرابع بدأت بالتسلل، بدأت بالانطلاق من عمق الميدان هنا انطلاقة شعار رياض بن ثامر بن سليمان السعدون. المركز الخامس هذا هو شعار هجن العاصفة الحاضرة والمنطلقة بالشاهينية في هذا الشوط المنتزعة للكاس في يوم الأمس بشعار هجن الشحانية أو هنا هجن العاصفة المنطلقة بمتابعة غياث الهلالي. وأيضا الحضور والانطلاق التواصل هنا الحضور من الشاهينية بشعار عبد العزيز بن محسن بن حمد الشامري العجمي المنطلق والمتقدم المتسلل من المراكز الخلفية حتى المركز الأول ينطلق هناك العجمي باحثا عن الفوز وباحثا عن الانتصار، باحثا عن نقطة ثمينة وغالية في مهرجان غالي وكبير، مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن. إذن متابعينا الأعزاء نداؤنا الأول للمراكز المتقدمة الخمس، غيرت الأمور هناك وانطلقت بالصدارة الشاهينية من المراكز الخلفية، استلمت زمام الأمور مع الصدارة الأولى ومع المركز الأول. انطلق عبد العزيز بن محسن بن حمد الشامري العجمي يقدم لنا انطلاقة شعاره الشحانية مع المركز الثاني. بدأت بالانطلاق والتقدم شرارة بشعار هجن الشحانية بانطلاقة الحوت من يتابعها في عملية التضمير، محمد بن خالد بن عبد الله العطية في عملية التضمير من يتابع لنا انطلاقة شعار هجن الشحانية في هذا الشوط، من يلازم شعار هجن الشحانية بانطلاقة هنا شرارة مع المركز الثاني. المركز الثالث كما تشاهدون القادمة والمنطلقة شعار رياض بن ثامر بن سليمان السعدون يقدم لنا هدادة وتحديات هدادة. هذا الشعار مثل المملكة العربية السعودية في عدة محافل، في عدة مهرجانات في دول مجلس التعاون الخليجي. ينطلق رياض بن ثامر بن سليمان السعدون العودة مجددا إلى الأمجاد بإذن الله تعالى يا أبو ثامر مع انطلاقة هذا الشعار مع حضور هدادة أيضا القادمة والمنطلقة المتواصلة مع المركز الرابع. هنا
متابعينا الكرام انطلاقة هجن الشحانية مع صبر بمتابعة الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري في عملية التضمير. المركز الخامس الأسماء التي بدأت بالوصول، الأسماء التي بدأت بالظهور، بدأت بالانطلاق في هذه اللحظات. الجموع قادمة، الجموع وصلت وتقدمت بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يقدم لنا الجموع وانطلاقتها وبمعيتها تنطلق هناك تمام بشعار ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي أبناء الطائف منطلقين وحاضرين. نعود بعد ذلك يا مخرجنا إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة هناك إلى الحوار الثنائي مع المقدمة مع المركز الأول. تنطلق شرارة وتنطلق الشاهنية، شعار هجن الشحانية وشعار العجمي مع المركزين الأول والثاني، حوار ثنائي هناك من أجل الفوز، حوار ثنائي مبكر عند إقبالنا على لوحة 2 كيلومتر. المقدمة مع هجن الشحانية، الصدارة مع شرارة بمتابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. قدم مستويات رائعة الحوت في هذا المهرجان، تحديدا مهرجان ولي العهد، استطاع أن يظفر برمزين في هذا المهرجان. ينطلق بانطلاقة شعار هجن الشحانية وتحدياتها مع شرارة على المركز الأول، بينما المركز الثاني شعار كبير، شعار أيضا لا يخفى على الجميع، دائما وابدا ما يحضر ويتواجد في المهرجانات ويضع بصمة قوية وكبيرة. شعار عبد العزيز بن محسن بن حمد الشامري العجمي ينطلق مع المركز الثاني مع انطلاقة هنا. متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء، الشاهنية في المركز الثاني، هل من أسماء قادمة من أجل المنافسة؟ هل من شعارات منطلقة من أجل الظفر بالفوز والانتصار، من أجل الظفر بالنماس في هذا الشوط؟ صبر قادمة مع المركز الثالث، هجن الشحانية قادمة أيضا قادم. متابعين الكرام الذهبي سالم بن جابر بن فران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع وين يا أخوان؟ من القادم؟ السعدون قادم، قادما مع هدادة الرياض بن ثامر بن سليمان السعدون، وأيضا القدوم والانطلاق والتحدي من أجيال بشعار هجن الشحانية. تنطلق أيضا بمتابعة الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري، ولكن العودة، العودة يا أخواني للصدارة إلى المقدمة والمركز الأول هناك مع شرارة. شرارة 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 افتتحت الكيلومتر الأخير وانطلقت بشعار هجن الشحانية التي تسيطر، يبدو لي تمام السيطرة على هذا الشوط مع المراكز المتقدمة الخمسة. المركز الأول بقبضة شرارة وانطلاقة الحوت محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتابعها في عملية التضمير. تنطلق مع المركز الأول، تسير بخطى ثابتة بانطلاقة هذا الشعار الكبير، شعار هجن الشحانية. المركز الثاني، المركز الثاني مع الشاهنية مع انطلاقة هنا عبد العزيز بن محسن بن حمد الشامري العجمي مع المركز الثاني ينطلق يتابع لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي. ولكن خلاص يا أخواني، خلاص الشوط هناك مع شرارة قفلت على هذا الشوط، انطلقت بهذا الأداء الرائع، بهذا الأداء المميز، هذا العرض الكبير مع آخر الأمتار مع شعار هجن الشحانية وانطلاق انطلاقتها دائما وابدا. ماذا تفعل يا الحوت؟ محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا العروض المميزة مع انطلاقتنا. شرارة شرارة شرارة، هجن الشحانية دائما وابدا مع الفوز، هجن الشحانية دائما وابدا مع الانتصارات، دائما وابدا ما تهدي أبناء دولة قطر الشقيقة الفوز والانتصار من كل المحافل مع الحوت. الحوت 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 محمد بن خالد بن عبد الله العطية دائما وابدا في كل زمان في كل مكان. الحوت حاضر مع هجن الشحانية، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار مع شرارة بشعار هجن الشحانية بمتابعة الحوت محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثاني شاهنية بشعار عبد العزيز بن محسن
العجمي، المركز الثالث شعار هجن الشحانية مع جابر بن فران، مع سالم بن جابر بن فران المركز الرابع. وصلت متابعينا الكرام هدادة بشعار رياض بن ثامر بن سليمان السعدون، والمركز الخامس نتابع المركز الخامس مع مخرجنا العزيز ووصول المركز الخامس. كما تشاهدون الحضور في المنصة، منصة مهرجان ولي العهد. هنا متابعينا الكرام توقيت صاحبة المركز الأول شرارة بشعار هجن الشحانية، 9:34 53 جزء من الثانية توقيت صاحبة المركز الأول. ثانينا والفي مبروك لهجن الشحانية. المركز الثاني الشاهنية بشعار عبد العزيز بن محسن الشامري العجمي، 9:39 71 جزء من الثانية. المركز الثالث أجيال بشعار هجن الشحانية، 9:42 34 جزء من الثانية. رابعا هداد رياض بن ثامر بن سليمان السعدون. خامسا صبر بشعار هجن الشحانية. تهانينا والفي مبروك متابعينا الكرام لهجن الشحانية، والتهنية للمضمر الحوت محمد بن خالد بن عبد الله العطية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.